الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام ويتجدد اللقاء مع أسماء الله الحسنى وحلقة جديدة من حديث الإمام الطيب فضيلة الإمام نحن اليوم مع اسمه الكريم العظيم العفو نبدأ مع فضيلتكم بمأخذ الاسم ومعناه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فهذا الاسم ثابت طبعا في القران الكريم وفي لا. السنه النبويه واجمع عليه المسلمون. ماخذه ما من العفو والصفح والسماح. لا. يعني العفو هو بهذا المعنى عفى عنه يعني صفح وسمح وغفر غفر له ما تقدم من او غفر له هذا الذنب الذي بالنسبه لله سبحانه وتعالى لا. بالنسبه للعبد سامحه او عفى عنه الى او آخر. او تجاوز عنه او تجاوز عنه فده بالنسبه للعبد بالنسبه لله سبحانه وتعالى حيعفو يعني حيصفح عن ايه؟ يصفح عن الذنوب نعم لا. والمعاصي يعني لانه طبعا العبد مخالفته لله هي كلها مبلوره في اقتراف الذنب ومعنى اقتراف الذنب يعني تجاوز الحد وارتكاب ما نهى الله عنه أو التقصير فيما أمر الله به هذه هي الذنوب ويعني نستطيع أن نقول من الآن الذنوب قسمان كبائر وصغائر الكبائر يعني لا خلاف يعني كثيرا فيها لكن هي معروفة يعني الكبائر السبع طبعا هي القتل والزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين No. والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات يعني هي من الحمد لله يعني من من كرم الله انها محدوده no. ولا يقترفها الا يعني المجرم او او الشديد التجاوز لما امر no. الله به سبحانه وتعالى او نهى عنه باقي المخالفات هي يعني ممكن تسمى الصغائر نعم no. ويعني لا أحد يفهمني حين أقول يعني تنحصر الكبائر في هذا معناها أن اللي يترك الصلاة ده مش كبيرة أو اللي يترك الصوم لا طبعاً لا. دي حاجات يعني فيها نصوص خاصة بها لا. يعني إنما نحن نتحدث عن الكبائر اقتراف الكبائر الذنوب المقترفة المكتسبة لا. مش المتروكة مش المترتبة عن ترك لا. إنما المترتبة عن اكتساب لا. فالمترتبة عن اكتساب هي اللي قلنا عليها طبعاً كذا 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 فباقي الذنوب هي الصغائر ويكاد يجمع المسلمون على أن اجتناب الكبائر نعم. يكفر الصغائر الصغائر هي الحاجات المخالفات البسيطة اليومية يعني التي أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما سبحان الله رحمة كبيرة من نعم. الله سبحانه نعم. وتعالى طبعا مجرد اجتناب الكبائر دون أي لأن لأن الإنسان كما قلنا محوط بالنقص والله سبحانه وتعالى عفو وغفور ويعلم طبيعة عبده وما جبله عليه وأنه يعني معرض طبعاً عنده طبيعة ناقصة ثانياً الأعداء ما شاء الله هوى ونفس وشيطان وشهوات وكذا فيعني تقريباً يسمح له أو يعني الصغائر مسموحة آه ما دامت الكبائر آه تجتنب. من هذا المنطلق نقول ان الله سبحانه وتعالى معنى عفوه او العفو في 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 باب الاسماء الحسنى هو محو الذنوب آه عن واسقاطها عن العباد. نعم. وقلنا اسقاطها يعني لانها هذا العفو غير مستحق له. لا. انما المستحق له هو العقاب. فالله سبحانه وتعالى يسقط هذا الشيء الذي نعم. يعني يسقط عنه الذنوب وبالتالي يسقط العقاب الذي يستحقه هذا العبد هو فضل من الله على العبد فضل انا, أنا عايز يعني, يعني انا نعم. عايز اركز على كلمه الاستحقاق العبد مستحق من ايه يعني ما هو نعم. يعني اسقاطها اسقاطها معناها انك انت بتسقط نعم. شيئا آه يستحقه العبد فالذي يستحقه العبد هنا هو العذاب. نعم. لانه هو لازم الذنب. فده ده فعلا يعني الله سبحانه وتعالى يسقط هذا الاستحقاق بعفوه باسقاط الذنوب واسقاط ما يترتب على الذنوب. فضيلة الإمام وهل هناك من وسيله لاسقاط هذا الذنب؟ يعني هل نعتبر التوبه هي وسيله طبعًا الطلب طبعًا من الله سبحانه وتعالى طبعًا هي لاسقاط هي هذا الذنب؟ التوبه مع الندم نعم. لأن التوبة سهلة أن يقول أنا, أنا تبت وينوي وبعدين يقع مرة أخرى ومرة ثانية وثالثة لكن التوبة المقرونة بالندم نعم. هي التي تشكل حاجزا طبيعيا نفسيا بين أن يعود إلى قد يعود إلى ذنب آخر لكن نعم. يعني إذا تاب وندم في في, في, في مع ذنب معين يعني يندر جدا أن يعود إليه نعم. وطبعا الإنسان إذا ربنا ستره هو عليه أن يستغفر الله وأن يتوب وأن يندم وأن يجدد التوبة كل يوم أو كلما ارتكب معصية عليه أن يتوب نعم. محو الذنوب كما يعني ال والذي هو معنى العفو أو معنى العفو نعم. عند الله سبحانه وتعالى دا نتوقف عنده قليلا لنقول أن المسلمين تقريبا أجمعوا على ان الله عفو عن عباده بمعنى انه يمحو ذنوبهم. نعم. و لو كان هناك طبعا يعني فرصه اخرى نتكلم عن غفور مع عفو. نعم. آه يمحو هذه الذنوب. هذا محل اتفاق الا من شذ من الخوارج. نعم. ومن طائفه المعتزله. وهؤلاء مرفوضون قديما وحديثا ونحن لا نكفرهم لا نكفرهم يعني اهل السنه والجماعه لهم اللي هم الذي نتحدث عنهم الان ماذا يقولون او الذنوب عندهم ايه او معنى العفو عندهم ايه لا يكفرون هؤلاء ولكن يرفضون مذهبهم هذا الذي سنتحدث عنه الان لانه يصادر معنى العفو ويفرغ معنى هذا الاسم الكريم من أسماء الله الحسنى من فحواه ومعناه ومضمونه فنروح مثلا الناس الخوارج دول معروفين طبعا قصتهم طويلة وحقيقة هي حركة سياسية لكن للأسف لبست لو سوب الدين يعني ليست كده مدرسة دينية ليست أو مدرسة دينية, دينية أبدا هي مدرسة سياسية وكانت ترى أن يعني الخلافه المفروض ما تكونش في قريش وتكون فيهم او في اي حد فطبعا لبست عباءه الدين طبعا البستها عباءه الدين كما تفضلت ومن يومها آآ آآ يعني ارسوا بعض الـ الـ الاحكام الخاطئه الـ الـ المغلوطه ويعني وقدموها كمبرر لحروبهم ولقتالهم للناس ولراقة دماء المسلمين ويعني للاسف الشديد الان او في بعض الفترات التاريخ تبعث مثل هذه المبررات ايضا لحركه سياسيه تلبس لا. ثوب الدين، ثم بعد ذلك تكون النتيجه ان الاسلام انظروا على الاسلام هكذا. على كل حال الخوارج مثلا نذهب الى الذنوب. الذنوب عندهم الكبائر ارتكاب الكبيره كفر سبحان الله اه هذه هي الاولى لان ال 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 الكفر يعني وارجو ان يركز معي المشاهد الكريم نعم. الكفر ليس ضد عمل نعم. يعني مثلا لو شرب خمره ما اقدرش اقول كفر نعم زنا ما اقدرش اقول كفر نعم عقه مش عارف ايه ما اقدرش اقول قتل ما اقدرش اقول كفر نعم. الكفر هو ضد عمل القلب هو ضد الايمان نعم. اذا انكر الله نعم هذا كفر اذا انكر الرسول اذا, إذا انكر, أنكر الرسول يوم الاخر إذا, كفر. أنكر اذا كذب القران كفر نعم. اذا انكر الملائكه انكر اي شيء ثبت بالدين ولا بد ان يكون ثبوته ثبوتا ضروريا لان في مسائل مختلف فيها اللي ينكر المختلف فيه مش كافر ليس كافرا يعني شوف ضوابط دقيقه جدا ولذلك الكفر هو نقيض الإيمان إيه هو الإيمان اللي أنا أخاف منه لو أنا جيت ضده يبقى أوصف بالكفر الإيمان حدده النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر والقضاء يبقى عندك ست حاجات لو آمنت بها فأنت مؤمن لو أنكرتها ف... لو أنكرت واحدا منها فأنت كافر آه يعني الذي ينكر هو كافر نعم اذا الايمان ليس هو ضد الصلاه او ضد الصلاه ضد الصوم ضد او هو القتل او كذا او كذا او شرب الخمر او الزنا او, أو غيره الخمر من دا أمر دا عمل, نعم دا عمل نعم الايمان ليس هو معنى ضد عمل نعم يعني مثلا تارك الصلاه حتى مسلم ممكن هو عمل يعني قلبي فضيله آه الامام هو عمل بالضبط هو عمل عقيدة قلبي وليست عبادة شوف مثلا نعم. تارك الزكاة ما تقدرش تقول عليه كافر نعم تارك الصوم ما تقدرش تقول عليه كافر نعم على الرغم من أنه عمل عظيم إلا نعم. أنه ليس بكفر أه أنه يعني ذنب عظيم نعم إلا أنه لا يمكن أن يكون القتل ده طبعاً يعني ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً تشوف العقوبات الرهيبه دي لا. لكنه لا يكون كافر ليس كفرا انما هو مؤمن عاصي الى كما س... لو في فرصه يعني فاذا الخوارج عند الخوارج ان مرتكب الكبيره كافر وبالتالي دمه حلال هذه هي المصيبه العظمى التي حصلت قديما وتحصل الان حديثا فعندهم ان الكافر في النار طيب وبعدين نروح للعاصي الدرجة الأقل من الدرجة الكفر. الأقل العاصي عندهم إذا كان عاصيا بالكبائر فهو أيضا كافر سبحان الله اه يعني أوه. التعريف والفرق يعني بين الإيمان والكفر يعني 90% من الناس كفر تماما 90% لديه. من الناس حكموا عليهم بالكفر طيب وإذا كان العاصي ده بالصغائر آه ده هم الوحيدين اللي يقولوا ده, ده يدخل الجنة إنما نعم. إذا كان كافرا هو في النار نعم إذا كان مؤمناً عاصياً بارتكاب كبائر هو أيضاً في النار إذا كان مؤمناً عاصياً بالصغائر هو ده اللي يعني ينجو طبعاً الغير عاصد ناجي وكأنهم فضيلة الإمام أزالوا أغلب عمل صفة العفو واسم العفو لا معنى له فرغوها من المعنى نروح للساده المعتزله والكل مؤمن احنا لم يعني حتى طلبوا من سيدنا علي ان يعني يكفرهم رفض يعني قال اخواننا بغوا علينا اخواننا نعم نروح للمعتزله المعتزله عندهم طبعا التائب والذي لازم لا ذنب وكذا ده يعني طيب ايه مشكله المرتكب المعصيه عندكم يا معتزله اه يقول لك والله مرتكب الكبيره بيسمونه مرتكب الكبيره نعم ده لا اقدر اسميه مؤمن ولا اقدر اسميه كافر كلام مضحك يعني حقيقه رغم انه عقول عظيمه نعم قالت هذا الكلام يعني قالوا احنا ما نقدرش اسميه مؤمن لان الايمان لا يجتمع مع فعل الكبائر فكيف يكون عندهم احاديث يعني لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق ولا يشرب الخمر نعم. فبيقول لك الحديث قال لا يمكن ان يجتمع الكبيره والايمان نعم. وده ارتكب كبيره يبقى ما اقدرش اسميه مؤمن طيب ده بتسميه كافر يقول لي لا ما اسميهش كافر ليه؟ يقول لانه, لأنه ياتي الكفر لا لا لانه عنده ايمان بالله وبرسوله سبحان الله طبعا ما هو قال لك <applause> ما هو يا زي المزنوق هنا نعم. لا تجتمع الكبيره مع الايمان وهنا لا يتبع الكفر, الكفر مع, الكفر مع, مع الإيمان. الايمان لانه عنده ايمان تسميه ايه؟ قال يا عم انا اسميه فاسق طب فاسق ده ايه يعني يدخل النار ويروح الجنه بعد كده قال لا طب ده, ده لا كافر قال له عشان كده انا بس يعذب في منزله بين المنزلتين لا هي لا. منزله الكافر ولا هي منزله العاصي يعني هو حاجه يعني هو هو بين منزلة بين المنزلتين بين الكفر وبين الإيمان نعم طيب يا أخي لا, لا ربنا أخبرك بأن جهنم دي فيها فيها الرتبة دي أو فيها الـ نعم. الـ بيسموها إيه القسم ده يعني الفئة أو القسم ده في في من العذاب نعم ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك النار فيها فيها عذاب للكافر وفيها عذاب للفاسق وده منزلة بين المنزلتين نعم ف وبالتالي العفو هنا مش شغال شغال عندهم على المؤمن ال المرتكب الصغائر الكبير يعني اللي هو عاصي بالصغائر فقط هو له الجنه طيب يعني نروح بعد كده لجمهور اهل السنه يعني لهم نحن لهم هنا في ما عدا الخوارج وما عدا المعتزله نحن هنا نتحدث عن الاشاعره واهل السنه والجماعه نعم اشاعره وحتى السلفية المعتدلة نعم قديما وحديثا لان السلفية مش كلهم وحشين فيهم فريق متشدد قديما نعم. متشدد حتى كانت فتنة اسمها فتنة الحنابلة كانوا يمسكوا الناس ويضربوهم نعم. ويخرجوا الجامع وكلام والان ايضا متشددين انه هم هم يعني اللي بيقطعوا رؤوس الناس ده عشان ايه؟ نعم. عشان ايه؟ ما كفروهم كفروهم اولا وبيكفروا المجتمع يعني مع أن الكفر في الاساس فضيلة الامام ليس مبررا للقتل يعني لا يوجب الكفر لا, لا طبعا لا طبعا الكفر يا اخوانا لا يعني على عايز اقوله ان دخلت الاسماء مع ان عندنا في علم الكلام والله يعني عشان كده الدراسه في الازهر مهمه لمن يريد في باب مخصوص اسمه باب الاسماء والاحكام في حاجه اسمها اسم اسمه كافر اسم اسمه مؤمن اسم اسمه فاسق اسم عاصي وكل اسم من دول له حكم له حكم فلو ان يعني لو ان الكفر ده سبب او يعني موجب لاراقه دم الكافر لا. كان عليك ان تقتل الكفار جميعا ما كل مكفره والنبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده ولا احنا ولا ولا امرنا في 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 انما هم عندهم انه ما دام كفر دمه حلال وعليك ان تتبع الكافرين وهذا هو الذي يعني الان يطلعوا هذا الكلام لا. لكن انا واثق من أن هذه حركات وراءها أناس يخططون لتشويه صورة الإسلام يعني شوف حضرتك مثلا خدنا فترة تطلع لنا الأفلام بالمناظر البشعة قطع الرؤوس قطع نعم. الرؤوس ودي طبعا ده دور وانتهى هذا الدور عشان الناس في الغرب هذا هو الإسلام هذا هو محمد هذا هو المسلمين نعم. هؤلاء البرابرة الوحوش كذا كذا كملت الصوره اخذ الفكره انتهت الظاهره اختفت نعم. وبعدين طلعت حاجات ثانيه اعود الى اهل السنه والجماعه وهم المسلمون على الحقيقه هؤلاء يقسمون الذنوب الى الاتي او المذنب الى الاتي لا. اولا ان التائب عندهم معفو عنه لا خلاف في ذلك لا. وعد الله بانه اذا تاب عفا عنه فالتائب لا خلاف في انه ناج وفي الجنه وان الله يعفو عنه وانه مغفور له. ايا كانت درجة أي الحكمه ايا كان ايا كان كبيره ال... ام صغيره طالما نعم. تاب نعم. وعفى الله عنه فهو طبعًا. في الجنه طبعا يعني ان الله يغفر الذنوب جميعا نعم. سبحانه وتعالى يعني سبحانه. احنا مش منتظرين نستنتج ولا نتكرم ولا نقول لا عندنا بس نصوص نفهمها وننزلها الواقع. نس... على الواقع ونستند اليها ننزلها على الواقع كمان آه وعد الله سبحانه وتعالى ده وعد الله وعد الله لا يتخلف الله لا يكذب فمن تغلب حسناته سيئاته اللي هو نعم مثلا يعني من ثقلت موازينه هذا نعم. في يوم الحساب فضل يوم فيه. الحساب ده بإجماع المسلمين أنه معفو عنه وأنه لا يرى النار أبدا نعم. مجرد أن تغلب حسناته سيئات يتبقى معنا المذنب بالكبائر اللي بيرتكب الكبائر رأيكم نعم. إيه يا أهل السنة ويا علماء أهل السنة قديما وحديثا قالوا هذا الذي يرتكب الكبائر بل ويعني يديم الارتكاب ويصر عليه ويموت هكذا سبحان الله دون توبة دون توبة ما احنا اتفقنا ان التائب انتهى نعم ده لو تاب كذا ما باقي معايا اللي هو بيرتكب الكبائر احنا قلنا و... القسم الاول رقم واحد الذي يرتكب الكبائر ويتوب مجمع على انه يعني معفور, معفور عنه. الذي يرتكب الكبائر ولا يتوب ويستمر حتى يموت وهو مصر على كبيرته ما حكمه يعني شوف لم يقولوا انه ده النار لا. لم يقولوا انه كافر حتى لم يقولوا انه يدخل النار حتما وإنما قالوا أمره مفوض إلى الله على الرغم من أنه مات على كبيرة مات من وهو مُصر وهو مُصر على كبيرته أمره مفوض إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه لا ندري لا. قد تتداركه رحمة الله ويعدي فيعفو عنه أو قد يعاقب وإذا عوقب عقوبته محدودة نعم يعني ما على قدر ما أذنب ثم بعد ذلك يخرجوا من النار الى 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 الجنه. احنا طبعا ك كطلبه ازهر نعم انا بذكر الناس اللي بت اللي هي اهمها تشويه الازهر ونحن ننتج ارهابيين والتراث ومش التراث انا وانا صغير في الثانوي نعم شرح لي وحفظوني <applause> إذ جائز غفران وغير في عندنا كان متن اسم متن الجوهرة مشروع كان نعم. مقرر علينا في سنة رابعة سنوي وخامسة سنوي كان مقسوم على الاثنين فهمنا ونحن في هذا السن في سن ال 16 وال 17 نعم. وترسخ في وجداننا هذا الذي قلته لك أن المرتكب الكبيرة نعم وي و ويموت وهم صر على كبيره امرهم وفورهم أمره الله لا اقدر انا ولا غيري ولا اي عالم ولا اي شيخ يقول ده رَيْحَ النار نعم وبعد الشرح ده كله احنا بيحفظونا المتون حفظنا اذ جائز غفران غير الكفر نعم غير الكفر ده جائز غفرانه تماما شوف بقى فلا نكفر مؤمنا لا نكفر نحن الاشاعره مذهبنا نعم اللي احنا فيه فلا نكفر مؤمنا بالوزر ومن يمت ولم يتب من ذنبه فامره مفوض لربه بالله عليك لما احنا في هذا السن نغزى بهذا الكلام وبهذه المضامين هل يمكن ان تقول على مؤسسه تخرج يعني تلاميذ بهذه الصورة يقول عليها إن بهذا التراث الذي يحاربونه التراث ويتعدون عليه والذي درس ما. لنا فيه الخوارج وأنهم مخطئون ودرس لنا فيه السلفية المتشددة وأنهم مخطئون ودرس لنا كل المذاهب الموجودة الآن والتي يعني تقتل الناس من أجل أن تقفز من على الحكم وتلبس سوء بكذا كل ده درس لنا ف أنا أقول ده هذا هو يعني خريج الأزهر ده مسمار الأمان في, في, في هذا الموضوع لكن للأسف الشديد نعم. أيضا يراد تشويه الأزهر نعم. لأن هناك خطة لتشويه الإسلام وتشويه المسلمين نعم. إذا هذا هو معنى العفو أن الله سبحانه نعم. وتعالى يعفو عن الكبائر في الدنيا ويغفرها في الآخرة أيضا نعم. وأن المذنب الذي يرتكب الكبيرة ليس كافرا كما يقول الخوارج ويقول بعض السلفيه المتشدده انا نعم. بتكلم عن السلفيين المتشددين قديما وحديثا وايضا يعني العاصي ليس فاسقا وفي منزله بين المنزلتين لا هو كفر ولا ايمان نعم. كما يقول المعتزله شكرا فضيله الايمان شكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والى لقاء جديد باذن الله